تشرين 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. الرحمة والمغفرة صدق لصديق الصديق عزيز عبد العزيز الأبيض صديق الطفولة واللي كان بالإضافة صديق كان بربينا مزيان كان تكو مزيان بداية اليوم لحظة من ذكرياتي الجميلة معاه أنا كان كمؤطر في المسرح في مع الشباب الاستقلالية مقرحي باستقلال القديم حيث كان يعني صعيبة بزاف انه يعني علاقتي بسي عزيز كانت علاقة خاصة نذكر يعني في كل مرة كنت نتقابل معاه ديما كان انسان كريم في النص وكان انسان يعني خلى فراغ كبير شخصيا انا كنشوف اليوم بأني فقدت اخ ماشي فقدت صديق فقدت اخ مره اخر مره كيف ودفت دموع في
الوفاة ديال المرحوم الأب ديالي، وهذه ثاني مرة يعني ما قدرتش نعبس الدموع ديالي. بالأمس وأنا كنتلقى الخبر كان صدمة كبيرة. الله يرحمه الله يرحمه والله يرحمه، هذا الشيء اللي نقدر نقول. يا ربي تقبلي عندك، راضي مرضي يا ربي، آمين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة تيزنيت كتعيش على واحد الواقع تاع فقدان واحد الهرم الأهرام، وأستاذ من الأساتذة تاع التقديم والتنشيط، وأيضا في مجال الصحافة الأسرة الإعلامية أيضا تهيأ حزينة على هذا الحدث هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرحوم تغمده الله برحمته الواسعة، كان مربي الأجيال، كان تتلمذ على يد واحد العدد ديال الشباب المدينة في المجال ديال الإعلام وفي المجال ديال التنشيط، أيضا على مستوى المؤسسة اللي كيشتغل فيها، مستوى التكوين المهني. دائما بشوش، دائما روح الدعابة، دائما روح النكتة، دائما يستقبلك واحد الاستقبال كتحس به ماشي شخص عادي، كتحس به اخ، كتحس به واحد من الاسره ديالك. عشنا معاه واحد العدد ديال المحطات اللي في المدينه ديال تيزنيت، من الانشطه الجمعويه، من الاعياد الوطنيه، الاعياد الدينيه، زعما ورقه من الاوراق ديال الكفاءات ديال الاقليم ديال مدينه تيزنيت نفقدها اليوم. نسال الله له الرحمه، الله يولي برحمة الله والله يغفر لي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.